بتذكر مؤسسة عبد الحميد شومان وما عنده ذاكرة معها أو قاعد على مقاعد المكتبة إنه يدرس أو إنه يقرأ. إحنا برؤية مشتركة مع البنك العربي قررنا إنه نفتح مكتبة في شرق عمان، بالتحديد في منطقة الأشرفية، لأنه هاي المنطقة منطقة مكتظة، منطقة فيها تحديات اقتصادية واجتماعية، فكان ضروري إنه يكون في لنا تواجد فيها. تعني لي افتتاح مكتبة عبد الحميد شومان بشرق عمان هي نقطة التغيير اللي راح تصير بهاي المنطقة، سواء ثقافياً أو اجتماعياً. راح يكون في مكان هادئ وآمن لاستقبال الشباب والشابات، حتى العائلات، حتى الأطفال. القراءة أهم شيء بالحياة. المكتبة كتير أثرت بحياتي، خصوصاً مكتبة شرق عمان لأنها قربها من البيت. أنا بحب الكتب اللي فيها يعني أقل من 15 صفحة، لأن الكتب هاي بتعلم وتزيد الذكاء. الأشخاص اللي كثير استفادت من مكتبة شمال اللي بفرع الأشرفية، خاصة أنا قريبة على شغلي والجو العام فيها كثير رائع ومريح. بس المكتبة ضيقة ويا ريت توسعوها.